أتكلم باسم الحرية، باسم الإنسانية، باسم الدماء اللي قاعد تتقطقط بشوارع العراق، باسم الناس المظلومة، الشباب اللي طالب بحقها ومو لاقي أحد يسمع لها. والله زهقت قلوبنا من كثر ما نسمع أخبار محزنة عن الشعب العراقي. كفاية كفاية أطفال التيتم، حريم الترمل، أمهات تنشف دموعهن من كثر ما يبكن على عيالهن. إلي متى؟ إيه إحنا اللي نسمع الأخبار ملينا، متى أنتم تملون؟ شوارع العراق قاعد تتلطخ بدماء الأبرياء المساكين، ناس تطيح بالأرض تختنق ما حد يصد عليهم أو يلتفت. صدح إحنا بعاد عنكم، لكن بقلوبنا وبدعائنا وبكل مشاعرنا معاكم. ممكن بمقطع فيديو، بصورة، بدعاء، بتغريدة، أنت ساند الشخص المظلوم. قاعد نتكلم باسم الإنسانية، باسم التسامح. الله يوفقكم ويحرسكم ويقويكم على أداء